بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بجمهور الأهلي العظيم. يمكن بلتقي بيكم النهاردة بعد فترة من أجازة عيد الأضحى وبعد الانتصارات المميزة اللي حققها النادي الأهلي على المستوى الإفريقي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، التأهل لكأس العالم للأندية في اليابان خلال شهر ديسمبر المقبل، المنافسة بشكل قوي على لقب بطولة الدوري العام، تحقيق نتائج إيجابية والإصرار على الفوز في المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي رغم طبعا التعادل اللي ظهر في مباراة البنك الأهلي عقب العودة من المغرب. كلام كتير قوي وتفاصيل كتير وزخم كبير موجود عبر السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي بعد الإنجازات الطيبة، بعد التصريحات المهمة اللي قالها الكابتن سيد عبد الحفيظ، بعد المرحلة القادمة اللي احنا بنعيشها في التوقيت الحالي بخصوص المنافسه على بطوله الدوري، البطوله المفضله اللي احنا باذن الله بنشتغل عشان نفوز ببطوله الدوري، والنادي الاهلي هو الاقرب للفوز ببطوله الدوري في اي وقت وفي اي زمن، وهو اقرب فريق للفوز ببطوله الدوري الفتره الجايه، ولازم جمهورنا يشتغل على الكلام ده الفتره الجايه لدعم الفريق ولدعم اللاعبين والجهاز الفني استعدادا ان شاء الله لمباراه اسوان يوم الخميس وباقي المباريات في الفتره اللي جايه حتى يوم 26 أغسطس نهاية الدوري العام، وهتكون نهاية بإذن الله سعيدة بتحقيق الدوري بإذن الله كالعادة، البطولة المفضلة للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وفيها كواليس كتيرة وهنلقي الضوء على بعض الموضوعات اللي بالتأكيد السوشيال ميديا بتتكلم عنها، لكن أبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم: جمهور الأهلي هل يتوقع حدوث تغييرات على تشكيل فريق الاهلي في مباراه اسوان؟ هذه المباراه ان شاء الله المقرر اقامتها يوم الخميس الساعه 7 على استاد بيترو سبورت. شاركوا معنا من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هنستعرض اكبر قدر من الاراء والمشاركات. لكن خلونا نبدا حلقتنا باهم العناوين. في ترند الاهلي: الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لاسوان. وكمان في ترند الأهلي: كاف يغرم الأهلي بسبب مباراة الترجي في رادس. وفي الترند العالمي أو الأولمبي: إنجاز لعمر عصر والفرصة الأخيرة للمنتخب الأولمبي. طبعا في الفترة الحالية احنا بنعيش منافسات دور طوكيو الأولمبية، فهيكون معانا ترند أولمبي كل يوم بإذن الله في برنامج الترند عشان نلقي الضوء على آخر استعدادات لاعبتنا في الدورة الأولمبية، وبإذن الله إن شاء الله الفترة الجاية هيكون في إنجازات أكتر بعد الميداليتين البرونزيتين اللي اتحققوا خلال الفترة الأخيرة وتحديدا في لعبة التايكوندو. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقرة ترند ترند، وعندنا تفاصيل وكلام مش هتسمعوه إلا في ترند ترند. كل لعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين. اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. معودينكم دايما في ترند الترند بتسمعوا الجديد من خلالنا في اي قرار او في اي معلومة فيها كواليس وفيها تفاصيل كتير. يمكن عقوبات احداث مباراة الترجي والاهلي في ذهاب او في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأخيرة اللي الأهلي حققها وفاز فيها في النهائي على كايزر تشيفز، كانت المباراة أقيمت في شهر 6 أو شهر يونيو الماضي، وفي نهاية يوليو صدرت قرارات لجنة الانضباط اليوم الاتحاد الإفريقي أعلنها بشكل رسمي. هي القرارات تم اتخاذها منذ حوالي أكتر من أسبوعين ثلاثة، والكاف أعلنها النهاردة بشكل رسمي. لجنة الانضباط ليست طبعا منوطة بإعلان القرارات، هي بتتخذ القرار والكاف أو الأمانة العامة هي اللي بتعلن القرارات. القرارات اللي صدرت ومن خلال الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي صدر ان الكاف بيغرم الاهلي 8000 دولار بسبب احداث جمهور الفريق امام الترجي بملعب رادس بعد استخدام الالعاب الناريه في المدرجات، وكذلك تغريم الترجي 60000 دولار ومباراتين بدون جمهور للترجي على ارضه، بالاضافه الى منع الجماهير ايضا في مباراتين اخرين خلال الفتره اللي جايه مع ايقاف التنفيذ حال تكرار نفس احداث الشغب خلال عامين. طيب عشان نتكلم مع بعض في التفاصيل دي وفي القرارات اللي انا من وجهه نظر ومن وجهه نظر ناس كثيره جدا بالمقارنه بالاحداث اللي انتم شفتوها في الصور اللي قدامكم دي، للمره الثالثه تصدر نفس القرارات بخصوص جماهير الترجي في ملعب رادس، وفي كل مره بيكون القرار المفترض يكون اقوى من اللي قبله. بنتعلم دايما ان لجنه الانضباط لما بتتخذ قرار ضد جمهور اي فريق، اول مره بيبقى القرار مخفف، تاني مرة بيتم تغليظ العقوبة، تالت مرة بيتم مضاعفة العقوبة وتغليظها بشكل أقوى. اللي حصل النهاردة ده أو الإعلان اللي تم ده النهاردة عليه مليون علامة استفهام. ليه مليون علامة استفهام؟
آخر قرار صدر ضد الترجي كان 4 مباريات بدون جمهور، 2 مباريات بدون جمهور، ومباراتين مع إيقاف التنفيذ في فترة معينة كانت أقل من سنتين. لما تتخذ نفس العقوبة في نفس الصورة اللي حصلت في ماتش الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الطبيعي يا إما بتزود عدد المباريات يبقوا 6 أو 8، أو تنقل مباريات خارج تونس بالنسبة للفترة اللي جاية، أو لما تقول 2 مباريات مع إيقاف التنفيذ ما يكونش 2 سنين ولا سنة، ده أنت بتقلل المدة. إذا ما كانش 4 مباريات بدون جمهور بدون إيقاف تنفيذ، يعني 4 مباريات دايركت على طول مباشرة بدون جمهور، أو 6 أو 8، لأن بالإضافة لده ملعب رادس أمنيا طبقا للتعليمات الأمنية في الاتحاد الإفريقي تم غلق الملعب لظروف كثيرة جدا الفترة الأخيرة، إلى أن تم إصلاح الأمر عشان الملعب يستضيف المباريات في الفترة السابقة، وهو الملعب الوحيد في تونس اللي بيستضيف المباريات في الفترة السابقة. لكن قرارات الاتحاد الإفريقي، أنا هنا ماليش علاقة بقى بجمهور الترجي أو نادي الترجي، هو أمر وشأنهم، قدروا يدافعوا عن نفسهم، قدروا ياخدوا عقوبة مخففة، ده قرارهم هم. أنا قراري هنا بخصوص الاتحاد الإفريقي في القرارات اللي اتخذها. دي قرارات هتبقى من السهولة على جمهور أي فرقة الفترة الجاية يقدر يعمل أعمال شغب، لأن القرارات مخففة. القرارات دي مش قرارات انضباطية قوية. دي قرارات وأنت في تفاصيل الخبر اللي نازل على موقع الكاف قلته طبقا لنص المادة وكذا 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 من لائحة الانضباط، وقلت إن المباراة ما بدأتش أو ركلة البداية ما بدأتش في وقتها بسبب أعمال الشغب وبسبب إلقاء شماريخ وبسبب استخدام الغاز المسيل للدموع، وما متسبب في كل ده في تأجيل أو في ركلة البداية ما تبدأش في توقيتها ويتم تأخير المباراة ساعة. كل التفاصيل أنت ذاكرها على موقع الكاف وقال المواد الانضباطية، وفي النهاية تدي هذه القرارات. هل لائحة الانضباط مش بتديك الفرصة أو الحق إنك توقع عقوبات أقوى من كده؟ ما انت لو عايز يعني يبقى في انضباط في المباريات في البطولات الافريقيه لازم القرارات تبقى اقوى من كده. دي قرارات انا شايفها ضعيفه جدا، لان بالاضافه لده انت اساسا مباراتك كلها بدون جمهور في ظل جائحه كورونا. ايه يعني مباراتين بدون جمهور؟ ما ماتشين ال 32 او في دور ال 16 بدون جمهور وخلاص. توصل سيمي فاينال في جمهور، توصل دور الثمانيه عايز دخل جمهور، بيكمل دوري المجموعات عايز دخل جمهور. فين بقى العقوبه الانضباطيه اللي انت اتخذتها عشان في النهايه تعاقب جمهور على تصرف حدث في مثل هذه المباراه؟ دي نقطة. النقطة الثانية، $60,000 انت المفروض عندك في مساحة لجنة الانضباط او لائحة الانضباط ممكن توصل لـ80,000 و$100,000، وفي قرارات قبل كده اتخذتها وصلت بها لهذه الارقام. بصراحة بامانة يعني غريبة جدا ان القرارات في ماتش زي ده، يعني ركلة البداية لما تتأخر ساعة اثرت على الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للاتحاد الافريقي في نقل مباراة زي دي في حدث كبير زي ده في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كل الحاجات دي في النهاية ماتشين بدون جمهور صعبة، والماتشين التانيين قيد التنفيذ خلال سنتين بعد ما كان قبل كده قرار في ماتش أول أغسطس خلال سنة بدل ما تغلص العقوبة وتخليها 4 بدون جمهور في كل البطولات خلال الفترة الجاية بدون إيقاف تنفيذ، بتخليها إيقاف تنفيذ سنتين. غريبة. تغريم الأهلي $8,000، عدد جمهور الأهلي كان موجود في الاجتماع الفني معروف العدد بالظبط في حدود قد إيه، فما كانش ليه داعي خالص نشوف القرار بالشكل ده. انا كنت اتمنى تكون البدايه في لجنه الانضباط لما تتخذ قرارات، واحنا شفنا النهارده قرارات بخصوص عدد من اللعيبه في انديه اخرى بيضربوا عرض الحائط في مساله ان في لعيبه بتاخد منشطات والعقوبات نفسها تبقى مخففه، 6 شهور و12 شهر اللعيب بيستانف بيتم تخفيف العقوبه. عايزين نشوف قرارات انضباطيه عشان نشوف مسابقات افريقيه على اعلى مستوى، نقل مباريات لفرق خارج بلدها لو في خروج عن النص، مباريات تتلعب بدون جمهور لفتره كبيره 8 مباريات على الاقل. لو اتخذت هذه القرارات الانضباطيه الفتره الجايه هتلاقي ماتشات ماشيه زي الساعه، مش هتلاقي فيها اي غلطه، مش هتلاقي شماريخ. لكن اللي حصل ده مش هيسمح الفتره الجايه ان تشوف ماتشات ما فيهاش مشاكل، لا بالعكس سهل جدا بسبب القرارات دي ممكن تشوف مشاكل في الماتشات اللي جايه. فكنت اتمنى القرارات تكون انضباطيه اقوى من كده، لا يليق تماما بالاحداث اللي حصلت وماتش اتاخر ساعه ماتشين في ظل جائحه كورونا، ما انت مفيش جمهور اصلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بتغرم الاهلي $8,000، عدد جمهور الاهلي كان محدد في المباراه، كان في اجتماع الفني محدد العدد بتاعه ومعروف العدد بتاعه ومعروف الاشخاص اللي كانت موجوده. في النهايه حسب المعلومات اللي وصلت لي ان كل هذه القرارات من خلال تقرير حكم المباراه فيكتور جوميز بالاضافه الى تقرير مراقب المباراه والمنسق الامني، لكن فكره الشماريخ ده من خلال تقرير حكم المباراه فيكتور جوميز، هو اللي ذكر فكره الشماريخ من خلال تقريره. لكن باقي الامور الخاصه بقى بالحضور الجماهيري والاعداد الزائده، لان الكاف برضو في الموقع الرسمي قال ان كانت في اعداد زائده، كان مفروض يحضر 5,000 طبقا للاتفاق، العدد اللي دخل قد ال 5,000 3-4 مرات،
فبالتالي انت بتعترف بكم خروقات انضباطيه حصلت في المباراه، لكن في نفس السياق القرارات اللي طلعت مش بنفس القياس بتاع مش بنفس القياس بالتفاصيل اللي انت ذكرتها في تقرير حكم المباراه وتقرير مراقب المباراه. انت قلت في التفاصيل عندك اعداد زائده، شماريخ، غازات مثيره للدموع، ركله البدايه اتاخرت ساعه، كل التفاصيل دي في النهايه تقول مباراتين. صعبه قوي، صعبه قوي قوي قوي. ونتمنى السنه الجايه نشوف تغيير لائحه الانضباط. انا من هنا بنادي بتغيير لائحه الانضباط في الاتحاد الافريقي لكره القدم، لجنه الانديه اللي برئاسه الاستاذ احمد ولد يحيى الموريتاني، كلنا بنقدره وبنعتز بيه وبنعتز بكل المسؤولين في الكاف. اتمنى الفتره الجايه لائحه الانضباط تتغير، لان لائحه الانضباط فيها تفاصيل محتاجه يكون فيها تغليظ للعقوبات. احنا بنشوف خروقات في بعض الماتشات وفي بعض الملاعب وفي ملاعب معينه بتتكرر فيها الغلطه مره واثنين وثلاثه وعشره وما بتحصلش فيها اي قرار او رد فعل عشان ما يكررش ده تاني. فاتمنى الفتره الجايه لائحه الانضباط في الاتحاد الافريقي تتغير، اتمنى تتغير. طيب دي جزئيه متعلقه بعقوبات احداث مباراه الترجي والاهلي. الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا، ان شاء الله باذن الله بيستعد لكاس العالم للانديه في اليابان في شهر ديسمبر، وان شاء الله دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد 10/9 دور التمهيدي، منتصف اكتوبر دور ال 32 وقرعه الادوار التمهيديه في منتصف الشهر القادم، والاهلي خارج الادوار التمهيديه سيبدا من دور ال 32 مباشره. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف كيف يستعد الاهلي لمباراه اسوان في الدوري العام. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، ونشوف ازاي الاهلي بيستعد لمباراه اسوان والجديد اللي موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره عقب الفوز بثلاث اهداف مقابل هدفين على الانتاج الحربي والاستعداد للقاء اسوان يوم الخميس على استاد بيترو سبورت. نبدا مع بعض ترند الاهلي والصفحه الرسميه للوطن سبورت على الفيسبوك. والتر بواليا يقود هجوم الاهلي امام اسوان. في كذا لقطه وفي كذا موقف وفي نفس المكان قلت كذا مره يا جماعه بلاش تحكموا ولا تقيموا لاعب طوال الموسم، اصبروا لغايه لما نوصل لنهايه الموسم ونشوف في نهايه المرحله. والتر بواليا ساهم بنسبه كبيره في احراز ثلاث نقاط غاليه جدا في مشوار الاهلي في الدوري العام. النهارده الوطن الرياضي بيتكلم والتر بواليا بيقود هجوم الاهلي امام اسوان، واذا ربنا كرم في الفتره اللي جايه وهدف ورا هدف والدنيا مشت كويس، راي النقاد وراي الجمهور وراي الاعلام هيبقى ايه في نهايه الموسم؟ اصبروا موسم طويل، وانا متذكر كلمه اتقالت كذا مره من الجهاز الفني للاهلي، محتاجين كل اللعيبه في كل الاوقات، ما تعرفش النهارده مين تحتاجه ومين بكره ممكن تحتاجه ويكون هو اللي يكسبك الماتشات. كل اللعيبه محتاجينها لغايه يوم 26/8 عشان نقدر نقيم الموسم بشكل عام في ظل النجاحات اللي احنا محققينها، نشوف كمان القايمه والسكواد في الموسم القادم. طيب كمان معايا من محتوى السوشيال ميديا اليوم السابع بيتكلموا على فكره الاهلي يرفض خوض مباريات الدوري بعد لقاء اسوان بدون لاعبي المنتخب الاولمبي. الاتفاق كان مع اتحاد الكره على مباراتين، مباراه البنك الاهلي ومباراه وادي دجله، طبقا للاتفاق مع اتحاد الكره بخصوص لاعبي المنتخب الاولمبي. بكره منتخبنا الاولمبي عنده مباراه مع استراليا الساعه 1 الظهر بتوقيت القاهره، نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه ويتاهل لدور الثمانيه باذن الله. وفي نفس الوقت هنشوف بعد هذه المباراه التنسيق اللي بين الاهلي واتحاد الكره كان في اي اطار وفي اي شكل، عشان نشوف المرحله الجايه ازاي بنستعد، لان المرحله الجايه عندنا مباريات كلها هي مباريات كؤوس مفيش فيها اي هزار. طيب ده بخصوص ماتش اسوان والتنسيق ما بين الاهلي واتحاد كره القدم، لكن في نفس الوقت عايزين نشوف كمان ازاي النادي الاهلي بيستعد لمباراه اسوان. لذلك في هذه اللحظات بروح لزميلي العزيز وبذهب مباشره لزميلي العزيز فاروق صلاح من قلب ملعب مختار التتش عشان اطمن منه على اخر الاستعدادات لهذه المباراه الهامه. مساء الخير يا فاروق، عايز اطمن منك على اخر الاستعدادات، الحاله المعنويه، طبعا عندك تفاصيل وعندك اخبار كتيره محتاجين نسمعها منك في هذه اللحظات. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا بالفعل متواجدين في استاد مختار التتش. النادي الأهلي بيعود لاستئناف تدريباته بعد الراحة اللي حصل عليها بالأمس عقب فوزه على فريق الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. طبعا بيستعد لمباراة مؤجلة من الأسبوع السابع عشر، مباراة أسوان المقرر إقامتها على استاد بيترو سبورت. زي ما أنت اتكلمت محمد على الحالة المعنوية، خلينا نقول إن في ارتفاع في معنويات اللاعبين عقب الفوز في الدقايق الأخيرة
كبيره طبعا على فريق الانتاج الحربي. النهارده اللاعبين اقاموا احتفال لمستر بيتسو موسيماني اللي بيحتفل بعيد ميلاده، يعني مستر بيتسو موسيماني 57 عام، نتمنى له المديد من العمر مستر بيتسو موسيماني. احساس العائله وروح عائله النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي كان الفرحه على اللاعبين، وتهنئه لمستر بيتسو موسيماني. ايضا يا محمد من النقاط الايجابيه والنقاط اللي لازم ننوه عليها ونتكلم عليها وجود حمدي فتحي اللي كان بيحتفل بالامس بزفافه، عايزين من خلالك برضو من خلال قناه النادي الاهلي نبارك لحمدي فتحي على زفافه. النهارده حمدي فتحي كان موجود في المرام بيشارك في تدريبات استعدادا لمباراه اسوان. نتكلم بقى يا محمد على المباراه واخر استعدادات فريق النادي الاهلي على مستر بيتسو موسيماني. طبعا في احتفاليه قدامها اهي في التتش بحمدي فتحي. بالفعل يا محمد احتفاليه بحمدي فتحي، اللاعبين اقاموا ممر لحمدي فتحي، انت عارف دايما دي طقوس معتاده للاعبي النادي الاهلي، دايما احتفالات بتبقى مستمره للاعبين سواء اعياد الميلاد او المناسبات، احتفل اللاعبين واقاموا ممر كده لحمدي فتحي، انت عارف دي طقوس معتاده من لاعبي النادي الاهلي. وشيء ايجابي ايضا من حمدي فتحي انه كان حريص انه يكون موجود في المران. وبالمناسبه يا محمد انا عايز يعني في نفس هذا النطاق ان حمدي فتحي هو اللي اصر ان هو يكون موجود في التدريب النهارده، وده امر يحسب لحمدي فتحي لاعب النادي الاهلي واحد من العناصر الاساسيه. اتكلم بقى محمد على مباراه اسوان، يعني قبل ما اتكلم برضو بالتحديد على مباراه اسوان يا محمد انا كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله، ومن خلاله يعني كان يعني حابب يوضح امر مهم جدا بخصوص اصابه حسين الشحات. يعني الدكتور احمد ابو عبله قال لي احنا دايما بنحسب الاصابه للاعب من وقت حدوث الاصابه وليس من وقت اجراء الاشاعه. يعني قال انا لما حددت المده الناس قالت ان هو بعد اتقال 10 ايام وبعد 3 ايام كان موجود في الملعب، قال لا حسين الشحات اصيب في يوم السبت ونزل يوم الاحد، يعني الفتره الزمنيه كانت 8 ايام، لكن احنا دايما بندي فتره اكبر، لكن استجابه اللاعبين برنامج التأهيلي والشغل اللي موجود وأيضا الأجهزة الطبية الحديثة اللي تم يعني إحضارها واقتنائها للنادي الأهلي بتعجل بهذا الأمر. أيضا اطمنا أيضا من خلاله على وليد سليمان اللي قام بالأمس بإجراء إشاعة رنين وظهرت بصورة طيبة، خلال أسبوع 10 أيام بالكتير أيضا وليد سليمان هيكون موجود مع فريق النادي الأهلي. طبعا الى جانب محمد محمود موجود وكريم ندفد ومحمود متولي، دي أمور خلاص انتهينا منها. اتكلم طبعا يا محمد بقى على مباراة أسوان ومباراة مهمة جدا، انت عارف ان الاهلي عنده ازمه كبيره جدا في هذا اللقاء وهي ازمه الظهير الايمن. طبعا محمد هاني هيغيب لحصوله على الانذار الثالث، مستر بيتسو موسيماني هيحاول ان هو يجرب رامي ربيعه في مركز الظهير الايمن، حاول يجرب حسين الشحات في مركز الظهير الايمن لعلاج هذه يعني الثغره اللي هتكون او المشكله اللي بتواجهه في مركز الظهير الايمن. طبعا لظروف وجود اكرم توفيق واحمد رمضان بيكم زي ما انت كنت بتتكلم على منتخب مصر اللي نتمنى له التوفيق في مباراه استراليا، طبعا ازمه بتواجه فريق النادي الاهلي، لكن التحضيرات بتتم لمباراه اسوان، اللعيبه كلها المعنويات مرتفعه جدا، اللعيبه مركزه جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص جدا ان هو يتكلم مع اللاعبين وقال جملتين يا محمد اعتقد هم هيكونوا مقياس او هم يعني اللي دايما بنقول الجرس التنبيه لكل لعيبه النادي الاهلي، يعني كان في وسط كلامه بيتكلم مع اللاعبين احنا ما ينفعش نضيع الدوري ده وما ينفعش نكسل بنقطه عرق واحده مقابل اسعاد جماهير النادي الاهلي، وبطالب ايضا جماهير النادي الاهلي عدم تصدير اي احباط للاعبين ان الدوري بيبعد او بيضيع، احنا ان شاء الله قادرين على الحفاظ على اللقب وباذن الله النادي الاهلي قادر على الحفاظ على اللقب. انا موجود معاك يا محمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. طيب فاروق عايز برضه اطمن منك بعد مباراه الانتاج الحربي والفوز بثلاثه اهداف مقابل هدفين والدفعه القويه اللي خدها والتر بواليا بعد الهدف المميز وهدف السبق واحراز الثلاث نقاط، عايز اعرف برضه الكواليس التعامل مع والتر بواليا في التدريب النهارده، بيتسو موسيماني بيتكلم في الكواليس مع اللاعب ازاي، الاجواء داخل الفريق خاصه ان الجمهور ما بيبقاش عارف الكواليس ما بيعرفش الاجواء دي رغم ان ما يحدث داخل غرفه خلع الملابس او اوضه اللبس مختلف تماما عما يكتب ويصار عبر السوشيال ميديا، الناس بتتكلم في اطار وجوه اوضه اللبس حاجه تانية، وبدليل حتى الكابتن سيد قال اقفوا في ظهر الفريق دعموا اللعيبه، الاهلي بياخد بينافس على الدوري وان شاء الله هياخد الدوري باذن الله. محمد يعني خليني ان انا احييك واشيد بيك لانك انت لمست نقطه في غايه الاهميه، يعني خلينا نتكلم ونوضح الصوره، وانت عارف احنا دايما من خلال قناه النادي الاهلي بمنتهى المصداقيه بنتعامل من خلال قناه النادي الاهلي او المركز الاعلامي للنادي الاهلي بمنتهى المصداقيه. والتر بواليا قبل مباراه الانتاج الحربي
انت يعني وولتر بواليا وهو داخل من بوابه النادي في حاله من التاثر على وجهه وحاله من الحزن ده دايما على اللاعب ان هو بعيد عن المشاركه. اللي يشوف وولتر بواليا النهارده يا محمد ايضا انعكاس الاعضاء النادي الاهلي الجميع بيتسابق لالتقاط الصور التذكاريه مع بواليا. بواليا يعني تقدر تقول هدف فرق كتير جدا مع وولتر بواليا نفسيا، فرق معاه عند الجمهور فرحه اللاعبين بولتر بواليا. مستر بيتسو موسيماني وحرصه ان هو دايما يشيد بولتر بواليا وبيتكلم في احاديث مستمره مع وولتر بواليا، يعني برضه يعني في بعض الامور الواحد قريب الاحداث منها من وولتر بواليا. وولتر بواليا كان بيفتقد يعني الحديث معاه او ان يعني الناس تصبر عليه شويه. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بهذا الدور، الكابتن سامي امصون بيقوم بهذا الدور، مستر بيتسو موسيماني حريص ان هو يتكلم عليه. النهارده وولتر بواليا يا محمد وهو داخل من يعني من بوابه النادي الاهلي جميع الاعضاء بيتسابق الاعضاء النادي الاهلي لالتقاط الصور مع وولتر بواليا اللي يعني بدات عليه الفرحه والسعاده من اهميه وقيمه الهدف. واعتقد هدف يا محمد هيكون مؤثر جدا جدا في مشوار النادي الاهلي في الدوري، وايضا مشوار وولتر بواليا اللي اعتقد يعني ان شاء الله من بعد هذا الهدف ومن بعد يعني الفرحه والحاله المعنويه اللي عند وولتر بواليا اعتقد هيكون من العناصر الاساسيه مع فريق النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بالجزيره، اتكلم معانا في كل الايضاحات الخاصه باستعداد الاهلي لمباراه اسوان. اللي حصل مع وولتر بواليا انا شفته وحسيت بيه وعشته داخل ملعب التتش ايام فلافيو، سنه كامله انتقادات لكن فلافيو داخل ملعب التتش، تعامل اللعيبه وتعامل الجهاز الفني وتعامل اعضاء النادي والجمهور مع فلافيو هو اللي اداله الدفعه انه يكمل مع الاهلي عشان يستمر. وبالفعل فلافيو بعد كده بقى من هداف النادي الاهلي مع عماد متعب، وشفنا موسم واثنين وثلاثه ولا اروع من فلافيو الانجولي. صبرا على اللعيبه، عندكم احسن لعيبه في مصر، عندكم لعيبه فازت باثنين دوري ابطال افريقيا، برونزيه كاس العالم، بتنافس في الدوري لغايه اخر رمق، والاهلي هو المرشح باذن الله للفوز بالدوري هذا الموسم. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا تفاصيل اكتر في ترند الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد والترند الاولمبي، ترند الاولمبي طبعا بمناسبه في مناسبه دلوقتي دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020 بتتلعب خلال هذه الفتره، منافسات طبعا في كل الالعاب هي ام الالعاب الدوره الاولمبيه، كل دول العالم بتحاول تشارك باكبر عدد من المشاركين. في النهايه التمثيل المشرف شيء مهم لكن في نفس الوقت لازم تشتغل على ميداليه سواء برونز او فضه او ذهب. مصر حققت الحمد لله حتى الان 2 برونز في التايكوندو، والتايكوندو طبعا الحمد لله في السنوات الاخيره يمكن في دوره اولمبيه في بكين وحاليا في طوكيو في انجازات بالنسبه للميداليات الاولمبيه، بنتكلم في 3 برونز على الاقل حتى الان بالنسبه للعبه التايكوندو. ممكن الراحل اللواء الفولي طبعا كان ليه دور كبير جدا في الاهتمام اكتر بهذه اللعبه في السنوات السابقه، لكن بنتكلم دلوقتي على الترند الاولمبي. والنهارده انجاز طيب جدا لاحد ابناء النادي الاهلي اللي احترف وخد مشوار الاحتراف بدري، راح المانيا حاليا بيلعب في فرنسا، النجم عمر عصر لاعب تنس الطاولة، النهاردة تأهل للدور ربع النهائي في منافسات الرجال للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية وفي الدورة الأولمبية لاعب مصري في لعبة تنس الطاولة. النهاردة كسب فاز على بطل تايوان في دور 16 وتأهل لمرحلة الدور ربع النهائي. بصوا يا جماعة، لعبة تنس الطاولة في مباريات بتبقى للفردي وفي مباريات بتبقى للزوجي. عمر عصر النهاردة في مباراته الفردي فاز على بطل تايوان، بطل تايوان ده مصنف رقم 27 على العالم. طب عمر عصر تصنيفه كام على العالم؟ تصنيفه 43. شوفوا مدى الانجاز ومدى اهميه هذا الانتصار. والانتصار الثاني ان مصر باسم عمر عصر تصل النهارده للدور ربع النهائي لاول مره في لعبه تنس الطاوله. المواجهه اللي جايه مواجهه صعبه، هيلاعب الاسطوره الصينيه مالونج، واللي الصين تحديدا في لعبه تنس الطاوله هم اسياد العالم في تنس الطاوله، ده معروف على مدار التاريخ. حتى كمان اللاعب الصيني حاليا هو تصنيفه الثاني على العالم، وحتى في انديه لما بتشارك في بطولات عالميه او بطولات دوليه بتستعين باللاعيبه الصينيين عشان التصنيف بتاعهم عالي وبيقدروا من خلال مشاركتهم مع انديه يعملوا انجازات. فالمباراه اللي جايه مباراه صعبه جدا، كلنا شايفين ان عمر عصر حقق المراد ووصل لدور لم يصل ليه اي لاعب مصري من قبل. نتمنى له التوفيق في المرحله الجايه ماتش دور الثمانيه، كسب هندعمه ويبقى عمل انجاز طيب جدا. وبكره المباراه هقول لكم طبعا من خلال الجدول كل التفاصيل الخاصه بمنافسات لاعبي مصر ان شاء الله بكره باذن الله. لكن لا قدر الله لا قدر الله اذا خسر محدش بقى يتكلم على فكره ازاي يخسر، اصل ازاي ما حققناش فكره الوصول والتاهل للاولمبياد، ده انجاز ما بعده انجاز. انك تحقق ميداليات ده شيء بنسميه بعد الانجاز هو اعجاز، انك بترفع علم بلدك وبتحقق ميداليه.
حجم المصاريف وحجم المشاركة في هذه البطولة بالمقارنة بمصاريف دول أخرى في الألعاب الأولمبية، أنت بتعمل إنجازات طيبة. في إخفاقات في بعض الألعاب، بس في نفس الوقت الناس بتحاول تشتغل وبتجتهد. هنقف في ظهر لعبتنا لغاية اليوم الأخير. عندنا ميداليتين إن شاء الله يبقوا 3 ميداليات، 4 5 6، وفي النهاية نشوف الحصاد العام مين نجح ونجح إزاي ومين أخفق وأخفق ليه، وفي النهاية في حاجة اسمها بين قوسين التخطيط. خططت صح هتوصل للهدف بتاعك، اللي ما خططش صح نقدر نحاسبه على أخطاء. طيب ده جزء متعلق بعمر عصر، ونتمنى له التوفيق في ماتش بكرة. منتخبنا الأولمبي منافسات كرة القدم بكرة الدور الثاني أو الجولة الثالثة في المجموعة بإذن الله. آخر مباراة بالنسبة لمنتخب مصر في المجموعة هتكون مع أستراليا، هي مباراة الصعود للدور الثمانية، بس عشان تصعد بترتيب النقاط الحالي حساباتها معقدة جدا. أولا ده قبل كل شيء بغض النظر عن باقي النتائج، أنت لازم تكسب بكرة أستراليا، يعني ما فيهاش نقاش، لازم بكرة تكسب أستراليا 1-0 2-0 لازم تكسب عشان تبقى عندك على الأقل 4 نقط. طيب في حال تعادل الأرجنتين وأسبانيا، مصر هتصعد برفقة أسبانيا، لأن أسبانيا عندها 4 نقاط، وأرجنتين وأسبانيا لو تعادلوا هتبقى ساعتها أسبانيا عندها 5 نقاط، ومصر لو كسبت أستراليا هتبقى عندها 4 نقط، فخلاص أسبانيا الأول ومصر الثاني. والأرجنتين إذا اتعادلت مع أسبانيا هيكون عندها 4 نقط، لكن فرق الأهداف ممكن يكون في صالحك لما تعمل نتيجة كبيرة إن شاء الله على أستراليا. طيب في حالة فوز أسبانيا هيريح مجموعة، هيريح منتخبنا الوطني، مش هنخش بقى حسبة بيرما والأهداف، بس برضه لازم تكسب. ففي حالة فوز أسبانيا تصعد مصر رفقة أسبانيا. كل الحسابات دي احنا بنقولها، بس أهم حاجة قبلها إن مصر على الأقل لازم تكون فايزة على أستراليا وتفوز على أستراليا بهدف مقابل لا شيء على الأقل عشان تصعد للدور الثاني. طيب في حال فوز الأرجنتين على أسبانيا، هنا هيتم اللجوء لفارق الأهداف ما بين مصر وأسبانيا، لأن خلاص الأرجنتين بتتكلم ساعتها هيكون عندها 6 نقط، أسبانيا هيكون عندها 4 نقط. لو خسرت مصر تكسب استراليا يبقى عندها 4 نقط، فمصر 4 نقط واسبانيا 4 نقط. هنا المواجهه بين مصر واسبانيا عامله ازاي؟ هتبص هنا بقى لفارق الاهداف ما بين مصر واسبانيا. فوز مصر باكتر من هدف او خساره اسبانيا باكتر من هدف تصعد مصر رفقه الارجنتين. اذا عندك فرص؟ عندك فرص. فرص كبيره؟ فرص كبيره، ولكن بشرط تلعب عشان تكسب بكره. هتلعب بقى دفاع وتاخد كوره عشان هجمه مرتده وتخطف هدف هتخسر الماتش. اللي بيلعب عشان يدافع وياخد نقطة أو يخطف هدف بيخسر. عبر عن شخصيتك بكرة، أنت معاك لعيبة مميزة. ممكن يكون في لعيبة بتلعب بأداء فردي، أنت ككوتش ككابتن شوقي غريب لازم تفرض أسلوبك على اللعيبة وعلى الفريق قبل المنافس. ده مهم جدا. افرض أسلوبك ككابتن شوقي كمدير فني لمنتخبنا الأولمبي على اللعيبة قبل المنافس. وصل للعيبة إحساس إن أنت رايح تكسب، مش إنك رايح تلعب دفاع عشان تخطف هدف. وفي النهاية إذا قدرت تعمل نتيجة جيدة أنا متفائل جدا بالمنتخب ده في الدور الثاني. إن شاء الله في دور الثمانية يقدر يعمل بقى شكل تاني ويتأهل، لأن حاسس إن في ضغوط كبيرة جدا، ومش عارف هل الضغوط دي بسبب تصريحات كابتن شوقي إن هو رايح يجيب ميدالية؟ مش عارف. أتمنى إن شاء الله المنتخب بس يفكر في الفوز على أستراليا، وبعد كده نشوف بقى كل مباراة بعد كده لكل حادث حديث. طيب مين حكم ماتش بكرة في لقاء مصر وأستراليا؟ حكم بكرة اللجنة المنظمة أعلنت عن طاقم تحكيم لقاء منتخبنا الأولمبي مع أستراليا، وهيكون حكم برتغالي هو آرثر دياز، هو هيكون حكم هذه المباراة، وهيعاوني روي باربوسا وباولو سواريز، هما هيكونوا الاثنين مساعدين مع الحكم البرتغالي في مباراة بكرة. لو تلاحظوا كده في الدورة الأولمبية هم بيحاولوا يختاروا حكام من قارة ملهاش علاقة بالفرقتين اللي بيطلعوا مع بعض، مصر من قارة إفريقيا، أستراليا قارة أستراليا أو آسيا، الحكم من قارة أوروبا. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الأولمبي بكرة، وأعتقد هتبقى هي الفرصة الأخيرة للكابتن شوقي مع المنتخب الأولمبي، في ظل ان الاستعدادات كانت المفترض تكون افضل من كده، لان المباراتين بصراحه ما قدمناش فيهم اي حاجه ليها علاقه بالكوره. منافسات اليوم الخامس لاولمبياد طوكيو، عشان نتكلم مع بعض ونشوف بكره بقى جدول الماتشات ومنافسات لاعبي مصر ابتداء من الساعه 1 الظهر لغايه الساعه 3 فجر اليوم التالي. في كره القدم مصر واستراليا بكره الساعه 1 الظهر ان شاء الله، طبعا عارفين ان في فرق توقيت بيننا وبين اليابان 7 ساعات، هي المباراة الساعة 8 بتوقيت اليابان 8 مساء، فيكون توقيت المباراة الساعة 1 الظهر بتوقيت مصر. كرة اليد مصر واليابان بكرة الساعة 7:15 صباحا. نتمنى التوفيق لمنتخب كرة اليد، فاز على البرتغال، عمل ماتش جيد جدا، خسارة متوقعة من الدنمارك وعملوا ماتش جيد جدا، إن شاء الله يقدروا يفوزوا على اليابان، يقدروا يفوزوا على البحرين ويعملوا نتائج طيبة عشان على الأقل يصعد كتاني أو تالت المجموعة. لسه عندنا كمان مباراة مع السويد. في القوس والسهم دور ال 32 أمل آدم عندها مباراة الساعة 4:15 فجر غد. ف
في الرمايه ماجي عشماوي عندها مباراه الساعه 2 فجر الغد. في الرمايه ايضا عبد العزيز زمحلبه واحمد زاهر عندهم مباراه الساعه 3 الا 10 فجر الغد. وفي السباحه 100 متر حره فريده عثمان عندها مباراه في منتصف الليل النهارده الساعه 12. وفي تنس الطاوله عمر عصر بكره الساعه 1 الظهر عنده الساعه 1 مباراه في تنس الطاوله هيلاعب فيها في دور الثمانيه، نتمنى له التوفيق يا رب. وفي الملاكمه في وزن 81 كيلو جرام هيلعب عبد الرحمن عرابي الساعه 7:30 في صباح الغد. وفي السلاح مصر واليابان الساعه 3 فجر الغد. نتمنى باذن الله المنافسات اليوم الخامس يكون في نتائج طيبه نسعد بيها في نهايه هذا اليوم باذن الله، لان لسه المشوار طويل في الدوره الاولمبيه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل اخر فقره معانا مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير متعلق بمشاركه الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل الاهلي في مباراه اسوان؟ طيب معايا في البدايه يمكن احمد السيد بيقول التشكيل بالظبط: علي لطفي، بدري بانون، ايمن اشرف، مساكين، رامي ربيعه باك يمين في ظل غياب محمد هاني واكرم توفيق، علي معلول باك شمال، ديانج السولية خط وسط، أفشة الشحات، كهربا، محمد شريف، رباعي في خط الهجوم. آخر حاجة معايا في مشاركة الجمهور، مصطفى قطب بيقول بواليا مكان مروان، هو بيعدل على تشكيل آخر مباراة، بواليا هيبدأ مكان مروان، ربيعة مكان هاني، وحيد مكان أيمن أشرف. بشكل عام الجمهور في النهاية بيدعم الفرقة، وأي 11 إن شاء الله يكون قادر على بإذن الله قيادة الأهلي في مباراة الغد أو مباراة يوم الخميس بين الأهلي وأسوان على استاد بتروسبورت الساعة 7 مساء الخميس. إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الأولمبي بكرة، عنده مباراة مع أستراليا. أستراليا كمنتخب في الكورة بيلعب في التصفيات الأسيوية، لكن طبعا أستراليا كقارة عندها منافسات في باقي جميع الألعاب في قارة أستراليا، لكن كمنتخب بيلعب مع مصر في كرة القدم بكرة في تصفيات المجموعة بإذن الله الجولة الثالثة. نتمنى التوفيق للكابتن شاو واللعيبة يعملوا نتيجة طيبة، الفوز لا محالة للتأهل للدور الثالث. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.